قولوا يا ربي ما تخلينيش ما تخلينيش، سلكني يا ربي. والله العظيم والله 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 ربي ما يخيب عبد من عباده. انت كن صامت، هذا مكان كن صامت، ما هداكش اليوم، زيد غدوة واحدة أخرى، زيد دموند واحدة أخرى، غير غدوة زيد، ونبقى هكذا لعلي ربي سبحانه وتعالى لما يراني أصررت عليه يتوب علي توبة نصوحة. وأنا من بعد أروح خبرني كيش تولي حياتك، كي تبكي لأمك، شفت أنت كي كنت بيبي صغير، كنت تجوز علي جوي، لقيت أمك معك ولا باباك، تمرغتو في الأرض ولا غل كامي وهذا تشريه لي درك، بديت تبكي له. علاه بكيت لباباك؟ علاه؟ لأنك تعرف باباك حنين، بديت تبكي له، أشري لي باباك هذاك وش يسعى، كي شافك هو حنين، جبد الدراهم هذاك وش يكسب وشراها لك وقال لك خليه يسكت علينا. هي ربي حنين ورحيم أكثر من باباك يا حسراء. أنت تعرف وش تدير؟ أنت أول حاجة أنوي معايا، أنوي وحزم الحزم. شوف لا راح تهدر في نفسك دوكا، لا تقول في نفسك شوف دوك الرجلي واحد الأمور هكذا، بالك راك تلعب راك تلعب، لازم الحزم. عارف واش معناتها الحزم؟ الحزم هكذا نترجمه لك أنا بواحد اللغة تاعنا، هيا خلاص خلينا من اللعبي، خلاص حبس، هذا هو الحزم، هذا هو. قال اسمع حبس. فلذلك شوف أصدق الله وعزم وتوكل على الله، وتعرف واش تدير؟ أو كاين واحد برك اللي يسمع لك مليح وهو اللي يقدر يعاونك، كاين واحد هو الله. تعرف واش تدير؟ روح لداركم ولا المسجد وقعد وحدك، اختلي مع الله في الأسحار وحدك، ينزل الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا. وانت يا واش تدير؟ احكم مكان توضأ وصلي ركعتين، وفي السجود اهدر مع ربي، اهدر معاه، اتكلم معاه كما كي تكون تحلل في واحد، ما كله تحفظ ورقة وتحفظ دعاء، اتكلم اشكيلو بكيلو، اروح تشوف المسجد، كي تذوق الحلاوة الإيمان تولي حياتك كاملة حتى تموت، وانت تقارن ما بين ماذا؟ ما بين حلاوة الإيمان اللي راك فيها والجنة اللي راك فيها، وما بين مرارة الأيام اللي كنت فيها اللي تستحي باش تذكرها، تستحي كي تفكر